بكم إلى موجز الأنباء من قناة الجزيرة في قطر. أفاد مراسل الجزيرة أن سائقا دهس شرطية أمام القصر الرئاسي في وسط باريس في وقت مبكر اليوم. وقال شهود عيان إن السيارة صدمت الشرطية عمدا وتم نقلها إلى المستشفى حيث لا تزال تحت الرقابة الطبية. كما أفاد مراسل الجزيرة بأنه تم اعتقال شخصين من بين 4 كانوا في السيارة، وقد انتقل الرئيس الفرنسي أولاند إلى مكان الحادث فور علمه به. عموما للمزيد من المتابعة انضم إلينا من باريس مراسل الجزيرة أيمن الزبير. أيمن، ما الذي حدث؟ نعم، ما زالت المعلومات غير دقيقة، لكن الأحداث الأولية تشير إلى أن سيارة رينو من نوع رينو كليو دهست شرطية أمام قصر الإليزي، وهو ما خلق حالة من الفزع أدت إلى اقتراب الرئيس الفرنسي إلى عين المكان لتفقد أحوال الشرطية التي يبدو أنها أصيبت بجروح طفيفة. لكن إلى حدود الساعة تم اعتقال شخصين، واحد من هؤلاء كان في حالة سكر، وما زال البحث جاريا على باقي ركاب السيارة. بعض المصادر من نقابة الشرطة تحدثت، قالت إن السائق تعمد دهس الشرطية، لكن بعض المصادر الأخرى تنفي ارتباط هذا الحادث بما جرى ويجري في باريس هذه الأيام. لكن حالة الفزع السائدة أدت إلى اقتراب كما قلنا الرئيس الفرنسي، والبحث ما زال جاريا على باقي الركاب في انتظار الحصول على مزيد من المعلومات. لكن كل المعطيات الأولية تشير إلى أن هذا الحادث لا يرتبط بما شهدته باريس في هذه الأيام. أيمن الزبير مراسل الجزيرة من باريس، شكرا له. أدانت حركة طالبان أفغانستان نشر رسوم جديدة مسيئة للإسلام في العدد الجديد من شارلي إبدو، أشارت في الوقت نفسه أشادت في الوقت نفسه بمنفذي هجوم باريس الأسبوع الماضي. وكان تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب ومقره اليمن قد تبنى رسميا مساء أمس الهجوم الذي استهدف صحيفة شارلي إبدو. وقال التنظيم إن العملية جاءت ثأرا للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. وقال رئيس الفرنسي فرانسوا أولاند إن حاملة الطائرات الفرنسية شارل دوغول مستعدة لدعم العمليات ضد تنظيم الدولة في العراق. وأضاف في كلمة أمام عسكريين على متن الحاملة التي انطلقت من جنوب فرنسا إلى المحيط الهندي أن الحاملة ستنسق عملياتها مع قوات التحالف التي تقودها واشنطن. في الولايات المتحدة أكدت السلطات اعتقال شاب بتهمة التخطيط لشن هجوم على مبنى الكونغرس وقتل مسؤولين حكوميين. وأضافت أن فريق مكافحة الإرهاب اعتقل شخصا يدعى كريستوفر لي كرونيل في ولاية أوهايو، ووجهت إليه تهما بالتخطيط لقتل ضباط ومسؤولين أمريكيين وحيازة أسلحة نارية بهدف ارتكاب جرائم عنف. وفي سياق متصل، وعد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ورئيس الأمريكي باراك أوباما بتشكيل جبهة موحدة ضد الإرهاب بعد الهجمات في فرنسا. جاء ذلك في مقال مشترك نشر في صحيفة التايمز البريطانية قبيل زيارة كاميرون لواشنطن. واتفق الطرفان على أن بلديهما سينسقان من أجل ما سمياه دحر الإرهاب. أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق عن وفاة 17 طفلا جراء البرد في مخيمات النازحين. وقالت المفوضية إن النازحين يعيشون أوضاعا إنسانية صعبة. وطالب أعضاء في المفوضية وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية بتقديم برنامج إغاثة عاجل لكافة الأطفال الذين يعيشون في مخيمات النازحين. تمكن متسلقان أمريكيان من تسلق قمة إل كابيتان، أطول وأصعب جرف صخري في العالم. ويقع الجرف الجرانيت الذي يبلغ ارتفاعه 914 مترا داخل محمية طبيعية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية. واعتمد كيفن جروسكن وتومي جالويل طريقة التسلق الحر بأيديهما وبعض الحبال. وكان المتسلقان حاولا في عامي 2010 و2011 تسلق القمة لكنهما فشلا في ذلك. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء. كل المعطيات الأولية تشير إلى أن هذا الحادث لا يرتبط بما شهدته باريس في هذه الأيام. أيمن الزبير مراسل الجزيرة من باريس.
شكرا له. أدانت حركة طالبان أفغانستان نشر رسوم جديدة مسيئة للإسلام في العدد الجديد من شارلي إبدو، أشادت في الوقت نفسه بمنفذي هجوم باريس الأسبوع الماضي. وكان تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب ومقره اليمن قد تبنى رسميا مساء أمس الهجوم الذي استهدف صحيفة شارلي إبدو، وقال التنظيم إن العملية جاءت ثأرا للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. وقال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند إن حاملة الطائرات الفرنسية شارل دوغول مستعدة لدعم العمليات ضد تنظيم الدولة في العراق. وأضاف في كلمة أمام عسكريين على متن الحاملة التي انطلقت من جنوب فرنسا إلى المحيط الهندي أن الحاملة ستنسق عملياتها مع قوات التحالف التي تقودها واشنطن. في الولايات المتحدة أكدت السلطات اعتقال شاب بتهمة التخطيط لشن هجوم على مبنى الكونغرس وقتل مسؤولين حكوميين. وأضافت أن فريق مكافحة الإرهاب اعتقل شخصا يدعى كريستوفر لي كرونيل في ولاية أوهايو، ووجهت إليه تهما بالتخطيط لقتل ضباط ومسؤولين أمريكيين وحيازة أسلحة نارية بهدف السلام. وقال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند إن حاملة الطائرات الفرنسية شارل دوغول مستعدة لدعم العمليات ضد تنظيم الدولة في العراق. وأضاف في كلمة أمام عسكريين على متن الحاملة التي انطلقت من جنوب فرنسا إلى المحيط الهندي أن الحاملة ستنسق عملياتها مع قوات التحالف التي تقودها واشنطن. في الولايات المتحدة أكدت السلطات اعتقال شاب بتهمة التخطيط لشن هجوم على مبنى الكونغرس وقتل مسؤولين حكوميين. وأضافت أن فريق مكافحة الإرهاب اعتقل شخصا يدعى كريستوفر لي كرونيل في ولاية أوهايو، ووجهت إليه تهما بالتخطيط لقتل ضباط ومسؤولين أمريكيين وحيازة أسلحة نارية بهدف ارتكاب جرائم عنف. وفي سياق متصل، وعد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون والرئيس الأمريكي باراك أوباما بتشكيل جبهة موحدة ضد الإرهاب بعد الهجمات في فرنسا. جاء ذلك في مقال مشترك نشر في صحيفة التايمز البريطانية قبيل زيارة كاميرون لواشنطن. واتفق الطرفان على أن بلديهما سينسقان من أجل ما سمياه دحر الإرهاب. أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق عن وفاة 17 طفلا جراء البرد في مخيمات النازحين. وقالت المفوضية إن النازحين يعيشون أوضاعا إنسانية صعبة، وطالب أعضاء في المفوضية وزارة تفقد أحوال الشرطية التي يبدو أنها أصيبت بجروح طفيفة، لكن إلى حدود الساعة تم اعتقال شخصين، واحد من هؤلاء كان في حالة سكر، وما زال البحث جاريا على باقي ركاب السيارة. بعض المصادر من نقابة الشرطة تحدثت، قالت إن السائق تعمد دهس الشرطية، لكن بعض المصادر الأخرى تنفي ارتباط هذا الحادث بما جرى ويجري في باريس هذه الأيام. لكن حالة الفزع السائدة أدت إلى اقتراب كما قلنا الرئيس الفرنسي، والبحث ما زال جاريا على باقي الركاب في انتظار الحصول على مزيد من المعلومات. لكن كل المعطيات الأولية تشير إلى أن هذا الحادث لا يرتبط بما شهدته باريس في هذه الأيام. أيمن الزبير مراسل الجزيرة من باريس، شكرا له. أدانت حركة طالبان أفغانستان نشر رسوم جديدة مسيئة للإسلام في العدد الجديد من شارلي إبدو، أشادت في الوقت نفسه بمنفذي هجوم باريس الأسبوع الماضي. وكان تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب ومقره اليمن قد تبنى رسميا مساء أمس الهجوم الذي استهدف صحيفة شارلي إبدو. وقال التنظيم إن العملية جاءت ثأرا